اول موضوع عندنا في فقره فيس تو فيس صارت منافسه بين من وبين من، يعني بين منظمات الصحه، ماكو يعني بين صحه الديوانيه وبين صحه صلاح الدين، على والله منو يبوق اكثر، زين منو ياخذ اكثر فلوس. منافسه صارت بيناتهم، يعني اللي ما يبوق اكثر صار يعني مو خوش يشتغل. منافسه صارت بيناتهم، هذا موضوعنا الاول. صحه صلاح الدين كامشينها بمبلغ هدر بالمال العام واختلاس 6 مليار دينار، هذولاك يشترون فازلين ب 48 مليون، ويشترون جدر ما الطبخ اللي ما ادري ايش يسوون به يشتروه بمليون و300 الف الجدر الواحد، زين يتفننون هذول 6 ايش اشتريت سباق، هو يا اللي يبوق اكثر سباق، مو ما بينا حل، تعبنا. صحة صلاح الدين وصحة الديوانية قاموا يسابقون، باكر تطلع لنا صحة نينوى لو صحة بغداد، زين عمي ماكو شيء والله العظيم ماكو شيء، تعبتونا يعني عندكم سباق فورمولا 1 يا اللي يبوق اكثر، لو شنو الوضع، شنو الوضع العام شنو. هذا هو موضوعنا الاول في فقرة فيس تو فيس اللي راح نناقشه في حلقتنا، اللي هو موضوع الفلوس، الهدر بالمال العام اللي من خلاله الناس تبوق بفلوس الدولة. دائرة صحة تقول هيئة النزاهة في العراق تضبط فسادا ماليا بقيمة 6 مليار دينار من خلال عمليات شراء مواد وهمية في دائرة صحة محافظة صلاح الدين. زين انا بدي افتهم، هذولاك اشتروا فازلين ب 48 مليون، وراها اشتروا جدار ما الطبخ الجدر الواحد بمليون و300، هو جدر ما تيفال حتى التيفال ب 60000. زين هذول مواد وهميه، المواد الوهميه شنو؟ هسه تطلع سياره لابن شو اسمه هذا ومسؤول الصحه مالتهم، ابن عمه طالع سفره على حساب الصحه، صحه صلاح الدين، صحه صلاح حتى الاسم صعب، الله اكبر، بس بوق ما عندكم شيء اسمه فائده. زين اللي يروح لكم على علاج ما تطو، ابرة ما عندكم، ابرة ما عندكم، باراسيتول ما عندكم، زين هي الابرة بالكانولة. صالح يقول استفاد وفوق القهر والضيم يصيرون حكومة براس الفقير. يا حكومة خلينا ساكت، قلبه محترق، يا حكومة حكومتي ايش؟ استغفر الله.